فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يشترط استقبال القبلة والطهارة لأجل سجود التلاوة؟ إن كان يقرأ عن ظهر قلب، يقرأ عن ظهر قلب بدون مس المصحف، ولو كان على غير طهارة في الوضوء الحدث الأصغر فله أن يسجد. الشيخ الإسلام يقول له أن يسجد، لأن هذا اتباع التلاوة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.